معروف عن مصر دايماً إنها بلد بترحب بالجميع، مفيش حد استنجد بيها وخذلته، طول الوقت بترحب بجميع ضيوفها. جنسية كثيرة بتدخل سنوياً لأراضيها وبيعيشوا فيها زيهم زي أهل البلد، مفيش حد فيهم حس إنه غريب أو مش في بلده أو في حق من حقوقه مش قادر ياخده. لكن عمرك فكرت في مرة تكلفة استضافة اللاجئين دول كام، ولا عددهم كام، ولا إيه هي أبرز الدول اللي ليها لاجئين في مصر؟ لو عايز تعرف الإجابة على كل الأسئلة دي شوف الفيديو للآخر. طبعاً كلنا عارفين إن مصر حالياً بتمر بأزمة عملة كبيرة جداً بسبب نقص الدولار في الأسواق، وده أدى لارتفاع معدلات التضخم واللي انعكس على أسعار السلع الأساسية للمواطنين. جزء كبير من أسباب ارتفاع التضخم هم اللاجئين والمهاجرين اللي وصلوا لمصر على مدار سنوات وعاشوا فيها وبيحصلوا على نفس الخدمات والحقوق زيهم زي ولاد البلد، واللي حمل البلد فاتورة إضافية لتوفير الاحتياجات الأساسية. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد إن مصر استقبلت خلال السنين اللي فاتت عدد كبير من اللاجئين وصل لأكثر من 9 مليون لاجئ، وده حمل الدولة تكلفة إضافية لرعايتهم وحصولهم على كافة خدمات المعيشة وصلت إلى 10 مليار دولار سنوياً وفقاً لمعدل الفقر الصادر عن الأمم المتحدة، واللي عرف الشخص اللي بيعيش بأقل من 2 دولار يومياً تحت خط الفقر. طيب اللاجئين دول جايين من كام دولة وعايشين في محافظات إيه؟ مصر استقبلت مهاجرين ولاجئين من 133 دولة، الغالبية العظمى منهم عايشين في 5 محافظات هم القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، وإن 60% منهم عايشين في مصر منذ 10 سنوات و37% شغالين في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، وتم التوجيه بضرورة حصرهم لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعايتهم، خاصة إن عدد اللي حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية يكاد يكون لا يذكر. لمصر أعلنت دلوقتي عن مشكلة اللاجئين. منصة المرصد المصري التابعة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكدت إن مصر بتتحمل 8% من عدد اللاجئين عالمياً، والمقدر ب 109 مليون لاجئ منهم 4 مليون لاجئ سوداني و 1.5 مليون سوري ومليون لاجئ ليبي وعدد كبير من باقي الجنسيات الأخرى، وده أكبر من تعداد سكان دول في قارة إفريقيا وحمل الاقتصاد المصري أعباء إضافية. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكدت في تقرير لها إن تكلفة استضافة 900 ألف لاجئ في ألمانيا وصلت ل 17.3 مليار دولار، وإن اللاجئ الواحد بيتكلف 19.2 ألف دولار سنوياً، وبتوصل ل 39.8 ألف دولار في السويد و 15 ألف دولار في كندا، وإن متوسط التكلفة للاجئ الواحد بتوصل ل 24 ألف دولار في عام 2015، وارتفعت ل 30 ألف دولار في الوقت الحالي بسبب زيادة معدلة التضخم. تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكد كمان إن تكلفة استضافة اللاجئ بتختلف من دولة للتانية بسبب اختلاف مستويات المعيشة وجودة الخدمات الحكومية في الدولة المستضيفة، وقاست التكلفة دي على مؤشر بيج ماك، وهو مؤشر بيقيس الفروقات في سعر ساندويتش بيج ماك اللي بتبيعه سلسلة مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم. الدراسة أكدت إن متوسط مؤشر سعر ساندويتش بيج ماك في الدول المستضيفة للاجئين بتوصل إلى 5.19 دولار، وسعره في مصر 2.43 دولار، وعليه بتوصل التكلفة اللازمة اللي قدمتها مصر لاستضافة 9 مليون لاجئ أجنبي 111.2 مليار دولار. والمنصة أكدت في تقريرها إن مصر تحملت فاتورة كبيرة عن دول العالم وخاصة دول قارة أوروبا، واللي كانت هتعاني أزمة كبيرة بسبب اللاجئين وقيامهم بتنظيم رحلات هجرة غير شرعية لدولة القارة العجوز للبحث عن الحياة. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.